قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن ما بين آدم ونوح أن ما بينهما 10 قرون كان الناس فيها على دين التوحيد. والقرن على القول بأنه مضبوط بالعدد هو 100 سنة، فيكون الوقت الذي بين آدم وبين نوح كم؟ 1000 سنة. فهذه 1000 لم يعبد فيها إلا الله عز وجل. وإما يدل على هذا قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. يعني كان الناس أمة واحدة على التوحيد، وهنا فيه حذف، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والدليل على هذا الحذف ما قاله عز وجل في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فكان أول شرك وقع في قوم نوح بسبب تعظيم هؤلاء الصالحين.